هنا اليوم تجمعنا راية الاتحاد الأسمر، نشهد معا تألق النجوم في ملعبنا. حول كأس رئيس الدولة يجمعنا شغفنا بهذه الرياضة الملهمة، توحدنا المحبة والذاكرة المشتركة. لحظات لا تنسى، تملأنا بالقوة ونستلهمها كأنها رأي العين. هنا حول هذه الكأس كتبت الأهداف تاريخ لعبتنا بأحرف من ذهب، أهداف رسمت الطريق وأضاءته واحتفظنا بها حية في قلوبنا، تلهمنا في رحلتنا نحو المجد. الأولى علمنا يقينا أن طريق القمة وعر بقدر مجد الوصول، لكن الإيمان بالإنسان فينا، الدعم من العائلة، من القيادة، المثابرة من غير كلل، كلها قيم انصهرت فينا تنحت عزيمة لا تلين وثقة بالنفس لا يمسها الغرور. معا نواجه التحديات ونقتنص القمم. اتحادنا، قيادتنا، شغفنا، التزامنا، مثابرتنا، تشجيعنا، عزيمتنا وقوة الإرادة. غايتنا القمة، لها أعددنا، نعرف التخطيط والاستعداد والعمل من غير توان. اليوم من جديد نهتدي بالنجوم، نجوم الملعب، نهتف لهم، أبطالنا، حماستنا نبض مسموع، وصفوفنا تفيض بنجوم لها موعدها مع المجد. في لحظة حماسية حاسمة نلتقي، نتنافس، نربح جميعنا، وأحدنا يحصد الكأس.
نجوم السماء رحلة الإنسان، وكانت مبادئه علامة الطريق. نحن أبناء زايد، جمعتنا نجومنا فريقاً واحداً كبيراً. طريقنا تسع الجميع، واتحادنا علامة الوصول. لم يكن المسير إلى لحظتنا هذه سهلاً. 16 فريقاً عملت بجد وإخلاص، تنافست بمحبة وتقدير وأخوة أصيلة، أرواحها خالصة بالمحبة لأرض هذا الوطن، لفريق واحد يمثله وينطق باسمه، منتخبنا الوطني. الجماهير شغفنا لا يمكن استبداله، الهتاف يدوي، الاحتفال مذهل، والترحيب لا يهدأ بدخول النجوم. شرف ومثير، ليكون فصلا جديدا من الفخر في تاريخ الكرة الإماراتية. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، مع نقف وننشد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.